اكيد دايما في المباريات الكبيره بتكون في مباراه اخرى على الخطوط النهارده ما بين فيريرا وسامي قمصان. كابتن اسماعيل، مباراه على الخطوط صعبه؟ مش صعبه بالنسبه لفيريرا لان هو ادار مباريات كتيره طبعا. بالنسبه لسامي قمصان طبعا اول مباراه قمه يديرها، فالامور بالنسبه له هتبقى يعني عايزه قرارات بسرعه في توقيتات ممكن تفلت منه المباراه. لكن طبعا انا مع كابتن فاروق وكابتن وليد في اللعيبه بتحدد جزء كبير جدا من لقاءات القمه، يعني عليها جزء 70% والكاتشانه من بره عليها 30%. لكن فيريرا النهارده كان اسهل لفيريرا يقابل موسيماني ولا سامي؟ اسهل يقابل موسيماني؟ لا طبعا موسيماني، لان موسيماني ليه اسهل لموسيماني؟ اسهل له ان هو يقابل لانه عارف فكره وادار اكتر من مباراه قمه، فهو عامل تحليل فني بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه القمه مع المحلل الموجود روبيرو، فاعتقد ان هو هيبقى عارف افكار. لكن هو ما يعرفش افكار سامي ايه، ممكن سامي يعمل حاجه خارج عن النطاق تؤثر على التكتيك داخل الملعب بالنسبه لفرقه نادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده عنده مشكله في اماكن معينه وهو حاول يتداركها الفتره الاسبوع اللي فات في جزء الباك رايت. هل هو يلعب الباك رايت يلعب بسيد عبد الله اللي هو هيبدا النهارده باحتمال 90% ولا امام عاشور؟ بس امام عاشور طبعا غياب طارق مؤثر جدا بالنسبه للهاف الديفندر، فهتبقى الحته دي فاضيه، فالحته دي فاضيه هيدخل في يعني في قرارات دخل فيها اوباما. زيزو مش عايز يحركه من ناحيه الوينج رايت لان هو مؤثر جدا وممكن يصنع الفرق بالنسبه لنادي الزمالك، فلو لعبه في الباك رايت هيفقده غياب عنده حسابات كتير عنده حسابات كتيره جدا.